السلام لإدماج المعاقين في الموعد. سيداتي سادتي، احتفاء بهذه الذكرى الرائعة، ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، الآباء، الأمهات، الجمعيات، الأطفال في وضعية إعاقة، كلهم حاضرون في لحظة تميز وطنية لنحاكي جميعا جلال المرحوم الحسن الثاني. 350 ألف انطلقوا في موكب واحد، كلمة واحدة، جسم واحد، قلب واحد لتحرير طبعا الصحراء المغربية. سيداتي سادتي، مسيرة موفقة في إطار دائما مشروع الرياضة رافعة للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق الرياضة وإثارة الحوار بين الفاعلين. الكبير لجمعية السلام، أذكر بأنه في مدينة محمدية شاركت مجموعة من الفرق على الصعيد الوطني. أكاليليوز فازت بالرتبة الأولى وكأس العرش، في حين عادت كأس العرش لفئة الذكور لطبعا جهة طنجة. وشكرا سي ربيب الرائع، ربيب الذي حقق المراد. الجمعية الملكية المغربية لتقصدوا حاضرة معنا سيدتي سادتي في هذا الاستعراض الرائع. هنيئا لهذه الجمعية وهنيئا لها بفوزها بكأس العرش 2022. وجمعية الإحسان للخير مع التقليديين أيضا تحتفل معنا بهذه الذكرى الرائعة. جمعية تحتفي وتحتفل أيضا بهذه المناسبة الغالية. هنيئا بحضور هذه الطاقات، شكرا لكل المشاركين. ضبط طبعا تتويج مجموعة من الرياضيين والرياضيات في طبعا إطار هذا الاحتفال الرائع بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد. وأذكر الجميع بأن هذه المحطة الرياضية تشارك فيها مجموعة من الجمعيات ومجموعة من الشركاء وكذلك سفارة فرنسا. إذا تحية للجميع. بعد لحظة
سنستمع وسنعيش مشروع رائد. بالمناسبة سيداتي سادتي، اليوم تتويج مجموعة من الأبطال في وضعية إعاقة، وقد اقترن إيم الماد نيس الماد تيم سبونين كل ما تم اقترن باش أنسفوا بلو الحدث اللي تسم كله أتيبان المسيرة الخضراء عيد الاستقلال المجيد. إذن إعاقة سمعية عامية، شجعوا سعود 30 الله يخليكم. في الرتبة الثانية صاحبة الصدرية رقم 36 دائما جمعية الزهور للصم بأيت بلول، وهو عندهم إعاقة سمعية حادة أو عميقة كما تسمى في قاموس الإعاقة. صاحبة الصدرية رقم 38 تصل اللحظة. الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وكذلك خلق نقاش مجتمعي ودين. في السيد محافظ تفضل مشكورا. سيد مندوب التعاون الوطني. ملك الحميد الرتبة الثالثة. تشكركم سيدتي سادتي للبطل ملك الحميد. تشجيعات لأمين الصديق والرتبة الثانية. عفوا نعم عفوا السعدية اليمني عفوا السعدية اليمني صاحب الصدريه رقم 101 ويسلم السيد محافظ مشكورا الميدالية الذهبية والرتبة الأولى. وهناك شواهد ميداليات لفائدة صاحبة الرتبة الأولى. هنيئا سي مدح منير، تفضلي راه الصورة التذكارية أستاذة مدح منير. مدح منير سهيل وهيب، ويسلمه الأستاذ عبد اللطيف ربيب الحائز على كأس العرش لرياضة طنك سودو وهو رئيس جمعية لكا بلوس. هنيئا لهذا البطل، هنيئا لجمعية السلام، هنيئا للأستاذ حافظي، شهادة تقديرية عبور امتنان ومحبة للفائز مراد شوقي. الحاج يتفضل باش يسلم الكأس. أطلب لك أولين تفضل. إذا تلقى قريبة رائعة Yes.
نفس السباق إناث نفس برافو برافو والرتبة الثالثة والميدالية النحاسية لتفضل سي عبد الرحمن الصادق مكلف المشاريع. الرتبة الثانية وعن جدار الاستحقاق فاز بها عدنان عدنان بوغروم ما شاء الله عليك عدنان بوغروم. الرتبة الأولى وعن جدارة واستحقاق حاز عليها زكريا وليد منير. شكرا أحد الفاعلين الاجتماعيين والطوفي يسلمه السيد مدير دار الشباب منير وامتح بشكل الوليد. وحاد انطلاقه سيداتي سادتي مسيرة التشيرة بعد قليل ستلتحق بنا مسيرة التشيرة قطرت حوليا هابو 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 سيداتي سيداتي ليست فقط حقيقة كبيرة جميل الله اليوم رائع تفضلي زيدي 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 زبالة برافو برافو زيد 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 75 74 في الرتبة الثانية برافو عندنا نقول برافو عليكم وصاحبة الصدر يا رقم 7 ولا 47 رقم 7 برافو عليكم زيد رقم 7 المدن عطاتي بوبليك صح زيد 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 انا هكا انا الرتبة الثانية والثانية الفضية تجي هيا شو يسلم التروفي انطلاقة السباق السابع سيداتي سادتي Thank you.
العلم الوطني سيدتي سادتي حاضر جودات كل الوطنيين الغيورين على هذا الوطن العظيم العظيم بهذا الشعب. دائما سيدتي سادتي احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال جمعية العزيمة والتحدي للأشخاص في وضعية إعاقة من التشيرة الجهادية بحضور وازي هنا بالسكاب بمعانقة جماهير التشيرة الجهادية الأطفال في وضعية إعاقة وكذلك الأمهات والأباء والأولياء كلهم في حدث رائع حدث جميل يحاكي ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة. نعم سيدتي سادتي مسيرة الجهادية مسيرة الأمانة مسيرة عطاء مسيرة الخير مسيرة الوفاء وطبعا هؤلاء كلهم حاضرين بالمصاحف بالأعلام حققنا المراد وهذه مسيرة تحاكي هذا الحدث العظيم حدث المسيرة الخضراء المضفرة. تحية للأهل ديالنا تحية أيضا هذه شاحنة ترمز لحدث المسيرة الخضراء من خلال انطلاق شاحنات من كافة أنحاء المغرب سادتي ونتذكر تلك الصلاة الرائعة للمرحوم الحسن الثاني بمدينة الطاح في مدخل العيون. هذه مسيرة النماء والخير مسيرة العطاء. شكرا للتشيرة الجهادية شكرا لجمعية العزيمة والتحدي خاصة سباقات الحركة وقد عشنا سبع سباقات في هذه الصبيحة الرائعة. جوج واحد انطلاق السباق وهذا فيه إدماج هذا فيه إدماج واحد انطلاقه المجتمع المدني بأن لا بد من الأموجيات لا بد من مساعدة الإنسان في وضعية إعاقة وهذا رائع جدا من اللجنة المنظمة السادة السيد باشا وكذلك السيد محافظ السيد الدول التعاوني المجتمع المدني في لقطة ولا أروع. ثلاثة جوج واحد ثلاثة جوج واحد برافو ما شاء الله عليكم تتويج الرتبة الثالثة والميدالية النحاسية عادت للبطلة إيمان رزان ويسلمها الأستاذ تشجيع هشام نائب رئيس المجلس الجماعي للتشيرة الجهادية. الرتبة الثانية وعن جدار البطلة Thank you.
يسلموها جميع السي جميع السيد باشا التشيرة الجهادية يسلم الميدالية للبطلة نعيمة السالح والشهادة يسلمها السيد صورة الثانية سيد باشا صورة الثانية برفقة المتواجدين كراسي المتحركة ما شاء الله عليهم برافو المشاركة في هذا النشاط جدا متميز.